طب اسهل حاجه الحقيقه عند السيسي وصبيانه انهم يلبسوا اي فشل بيحصل في البلد على اي شماعه جاهزه. الاخوان الاشرار، التجار الاشرار، الحكام الاشرار، البلاد الاشرار. المهم نلبس الخيبه لاي حد وننفذ احنا منها. وعشان نبين نفسنا ان احنا جامدين قوي وشاطرين قوي وبنفهم قوي واللي قبلنا ما كانوش بيفهموا، ده برضو حاجة ممكن نعملها، ان احنا غير اللي قبلنا، وان اللي ضيعنا اللي قبلنا على فكرة. يعني اللي ضيعنا الاخوان، اللي ضيعنا ثورة يناير، اللي ضيعنا الدول، اللي ضيعنا المؤامرات، واحيانا اللي ضيعنا اللي قبلنا. وده اللي عمله مصطفى مدبولي لما طلع امبارح، حقيقة رمى على اللي قبله من 30-40 سنة، لقح على مبارك وقال ان مبارك الحقيقة اللي كل فيه من ازمات ده سببه اللي قبلنا انهم ما خططوش، وان العاصمه الاداريه دي كانت استشراف للمستقبل. مدبولي: العاصمه الاداريه كان استشرافا، انشاء العاصمه كان استشرافا للمستقبل. يا راجل استشراف حلو، استشراف دي حلو، استهبالا للمستقبل ممكن تمشي، استهبالا للمستقبل ممكن تمشي، استعباطا للمستقبل. اللذيذ بقى نسمعها فيديو نشوف استهبالها للمستقبل كتم ازاي. كاملة للدولة دي للمستقبل. المناطق العشوائية اللي طلعت واللي كانت بتخنق كل مدننا وما زال بقاياها موجودة وكلنا عارفين هذه المشكلة، ده نتيجة لان اللي كانوا قائمين في وقت ما قدروش يخططوا ويبنوا للمستقبل. طالما انك انت ما بتبنيش للمستقبل بطريقة سليمة ومخططة، الناس بتجد الحل بمعرفتها، وللأسف بيبقى الحل مش بالصورة اللي احنا كلنا بنرجوها. واحنا النهاردة في قلب العاصمة الإدارية على ان الدولة بتشتغل على محورين: تطوير العمران القائم اللي كان مهمل وازاي ان احنا بنصلحه، وده شيء صعب جدا، وكمان بنبني لمستقبلنا عشان ما تتكررش تاني نفس المشكلة اللي احنا بنعاني منها النهاردة. يعني ثورة يناير هي السبب في اللي احنا فيه، وبعدين الإخوان هم السبب في اللي احنا فيه، وبعدين الدول الغير صديقة أو الأعداء يعني، وبعدين المؤامرات، وبعدين كورونا، وبعدين حرب روسيا أوكرانيا، حرب أوكرانيا. مفيش مانع بقى إن احنا نرمي على مبارك، ما هو الراجل مات، حد يقدر يتكلم دلوقتي؟ فنقول اللي قبلنا من 30-40 سنة ما كانوش بيخططوا كويس جدا. اللذيذ بقى إن مبارك اللي بيتلقح عليه الكلام ده رغم الكوارث اللي عملها لكنه على الاقل كان بيفهم. تخيل ان مبارك يا محترم، تخيل مبارك رفض ينفذ خططك الكارثيه اللي انت عملتها دي. تخيل يا حضرات ان مبارك رفض مشروع العاصمه الاداريه. انت عندك خبر بالحكايه دي؟ بص يا ريس، النسخه دي 20/11/2007، مبارك يلغي مشروع الحكومة لإنشاء عاصمة جديدة بعد إعلانه ب 48 ساعة. 20/11/2007. إيه التفاصيل؟ في واقعة جديدة تكشف تضارب السلطة التنفيذية، ده الكلام ده أثناء مبارك يعني. ألغى الرئيس حسني مبارك أمس ما أعلنته الحكومة حول مشروعها لإنشاء عاصمة جديدة لمصر، حيث أكد مبارك عدم وجود أي اتجاه لدى الدولة في إنشاء عاصمة جديدة، موضحا أنه لن يقدم على إنفاق مبالغ كبيرة في قائمة عاصمة في إقامة عاصمة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهذه المبالغ في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين. وقال مبارك في تصريحات أدلى بها خلال جولته بمحافظة إسماعيلية أمس: إننا نخطط للمستقبل يا مدبولي ولفترة من 10-15 سنة، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا يعني أو هذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ ثوري لكل ما نخطط له. أحدثت تصريحات مبارك حالة من الارتباك داخل الحكومة، حيث مش عارف فيها على الفور الدكتور المصطفى المدبولي هو نفسه نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أمس أكد على وجود دراسة حالية لنقل العاصمة خلال المرحلة المقبلة، مشير إن ما تم الحديث عنه كان خاصا بمشروع المدينة الحكومية الجديدة عن طريق نقل الوزارات ونقل مجلسي الشعب والشورى. هو نفسه البومة. تخيل مبارك في 2007 يطلع مصطفى مدبولي كان نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني
يتكلم على العاصمة الإدارية دي في 2007. فيطلع مبارك يقول لهم لا ما أقدرش، أنا هنفق مبالغ قد كده على عاصمة طب أنا محتاجها. مصطفى المدبولي قال لك مدار الحديث عنه خلال المرحلة الماضية كان حول مشروعهم، ونحن أرسلنا إلى مجلس الشعب والشورى لمعرفة آرائهم في المباني الجديدة التي سيتم إنشائها بحيث يوضح التخطيط بشكل عملي بناء على رغبات من سيتواجدون في المكان. مصطفى مدبولي طلع ينتقم من مبارك ويقول لك اللي كانوا قبلنا ما كانوش بيخططوا للمستقبل بشكل كويس، لأن هو مصطفى ده اللي قدم مشروع العاصمة الإدارية لمبارك في 2007 ومبارك رفضه. هات من الأول كده انتقادات لمخطط القاهرة، هات من الأول. أيوة قال لك أنا ما أقدرش أقدم على إنفاق مبالغ كبيرة في إقامة العاصمة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهذه المبالغ في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ما أقدرش. حتى مشروع 2050 أهو انتقادات لمخطط القاهرة 2050 وخبراء يؤكدون تطهير اجتماعي ولا مكان فيه للفقير. الدكتور ممدوح حمزة لو اقترح مثقف في باريس نقل الوزارات بسبب المرور سيتهمونه بأنه مريض نفسيا. انتقد عدد كبير من الخبراء المهندسين مخطط مصر، مخطط القاهرة 2050 الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الهيئة التخطيط العمراني مساء أمس الأول في ندوة بجمعية المهندسين المصريين، معتبرين أن المخطط يعد تطهيرا اجتماعيا للقاهرة وأن الفقير ليس له مكان فيه، وهو ما رفضه مدبولي مؤكدا أن المخطط له بعد اجتماعي ويستهدف البشر. تخيل ليه بقى؟ قال لك الخبراء، أضاف الدكتور ممدوح حمزة أن المقر الوزارات تعد تاريخا فلدينا حكومة منذ 150 سنة، مشير نقل الوزارات ضرورة في الوقت الحالي. ما تسمون ده مصطفى مدبولي، مبارك رفض ده من 2007. كم سنة يا بيبو؟ واللي قدمه مصطفى مدبولي برضو، مبارك رفضه والمثقفين رفضوه من 16 سنة. يرجع مصطفى مدبولي يزن في دماغ السيسي انه عاصمة ادارية ونعمل وجو ويورطنا في القصة دي. بلاش مبارك خلاص. مش العبار برضو قالك قبل كده، قال للسيسي ان المشروع ده من حوالي 10 سنين، هياخد 10 سنين، والسيسي اصر انه بيشتغل من غير دراسة. واو افكر الفيديو ده كده ده كلامنا من 10 سنين على فكرة، ولسه العاصمة الإدارية ما افتتحتش لحد دلوقتي. من 10 سنين، ودي شركة أنا ماليش علاقة بيها يعني، بس دي شركة بتكلموا يعني بالعقل 10 سنين تبني المدينة دي في 10 سنين، لأن القصة مش بس خرسانة وصبات وكلام ده، لا، القصة كمان ليها علاقة بالتمويل. وأنت معاك فلوس تبني مدينة في سنتين، ليه هتبني شقة؟ هتبني شقة في سنتين؟ قالوا لا 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 10 سنين ايه، لا احنا مش كده، احنا امبارح. معاك فلوس؟ طب اديك ورطت نفسك ورطت مصر كلها في عاصمة ادارية هي اصلا ملهاش لازمة، ما كنت تصبر عليها 20 سنة كمان، ايه القضية يعني؟ لا بس الراجل عايز كده، عشان بعد 10 سنين لسه قدامنا 4 سنين كمان وتبقى عاصمة نابضة بالحياة. ده مش كلامي، ده كلام مدبولي نفسه امبارح. اسمع انا بقولها لحضراتكم تقديري كراجل، يعني دي شغلتي، مش اكتر من 3 إلى 4 سنوات على الاكثر من النهاردة وحلاقي هذه المدينة نابضة بالحياة ومئات الالاف بيقتنوا هذه المدينة. 4 سنين كمان؟ طب ما كنت سمعت كلام العبار، وبعدين يطلع حد يقول لي طب ما هو مصطفى مدبولي هو السبب، هو مش هو اللي قدم للسيسي لمبارك من 2007 المشروع بتاع العاصمة الإدارية؟ ايوه بس مبارك رفضه،
ما يقدم. القائد مين؟ ما هو قدمه لمبارك ومبارك رفضه. يعني مين القائد؟ مين اللي خد القرار؟ ليه كنا بنقول في حرب اكتوبر ان السادات حط ايده على راسه على كفه فعلا؟ لان اللي اخد قرار الحرب السادات. لو كانت حصلت مشكله كان السادات هيتحملها. ليه بنحمل هزيمه 67 لعبد الناصر مش لعبد الحكيم؟ لان اللي اخد قرار الحرب عبد الناصر. مين اللي بياخد القرار؟ واحد داخل يقول لك انا هعرض عليك عربيه جاكوار وانت ما عارفش فلوس اصلا، تروح تستلف تشتريها؟ ومين اللي خد القرار؟ انت. مصطفى مدبولي قدم نفس المشروع لمبارك في 2007، مبارك رفضه وقال له انا ما اقدرش انفق كل المبالغ دي ودي محتاجينها جوه. لما جه بقى قدمه للسيسي، السيسي وافق. مين اللي اخذ القرار؟ عبد الفتاح سعيد خليل حسين السيسي. لسه 14 سنة يعني، على كلامه هو بيقول لك قدامنا 4 سنين وتبقى نابضة بالحياة. نابضة بالحياة؟ ده بعد الساعة 4 العصر بتبقى مدينة خراب، اسأل الناس اللي بيروحوها. ده انتوا لسه في المرحلة الأولى. نابضة بالحياة؟ حتى لو هنمشي معاك، هنمشي معاك إنها هتبقى نابضة بالحياة بعد 4 سنين ولسه في المرحلة الأولى. هنمشي معاك. طب ومصر بقى تبقى إيه؟ نابضة بشبح الفقر والقروض والديون والغلا؟ 10 سنين وانت بتعمل نفس السياسات طبيعي جدا توصل لنفس النتائج الكارثية.